السلام عليكم إخواني وأعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناتنا أوميغا. الآن مع تتمة شرح دروس الميكانيك، تتمة شرح الدرس الأول قوانين نيوتن. رأينا في الفيديوهات السابقة مختلف قوانين نيوتن، قانون الأول، قانون الثاني، قانون الثالث. إن شاء الله في هذا الفيديو سندرس بالتفصيل القانون الثاني لنيوتن، لأن هذا القانون يحتل مكانة مهمة في تمارين الميكانيك. كما رأينا، القانون الثاني لنيوتن أو العلاقة الأساسية للتحريك، ويعبر عنه بالعلاقة مجموع القوى الخارجية يساوي ام اج. كما تلاحظون ان القانون الثاني له علاقة بسيطة، ولكن صعوبته تكمن في التطبيق، وخصوصا كيف نسقط العلاقة المتجهية. ولهذا ان شاء الله في هذا الفيديو سنرى مختلف الحالات او كيف سنسقط العلاقات المتجهية للقانون الثاني لنيوتن. قبل دراسة القانون الثاني لنيوتن، لابد من التذكير ببعض قواعد الإسقاط. تذكير قواعد الإسقاط. سنعتبر مثلث ABC A B C قائم الزاوية في B، ونعتبر الزاوية ألفا. الضلع AB يسمى بالضلع المحاذي، و AC يسمى بالوتر، والضلع AC يسمى بالوتر، والضلع BC يسمى بالمقابل. وإذا قلنا كوس ألفا، ماذا يساوي كوس ألفا؟ كوس ألفا هو المحاذي على الوتر، يعني AB على AC، المحاذي AB على الوتر AC. إذا عندما نقول كوس ألفا نقول المحاذي. وسينوس ألفا وسينوس ألفا، سينوس ألفا هو المقابل على الوتر، إذا مقابل BC على AC. إذا عندما نقول كوس ألفا نقول المحاذي، وعندما نقول سينوس ألفا نقول المقابل. أما التانجنت ألفا هو سينوس على الكوسينوس أو المقابل على المحاذي. نحن نهتم فقط بالسينوس والكوس. إذن في الميكانيك القوى يمكن أن تكون على ثلاث أشكال، إما أن تكون قوى مائلة أو قوى عمودية أو قوى أفقية، ولهذا سندرس كل حالة على حدة. الحالة الأولى، في حالة F قوى مائلة، ماذا نقصد بقوى مائلة؟ مثلا نعتبر معلم، O X Y، والموجهة O E O G و G، ولدينا F. F في هذه الحالة قوة مائلة، F في هذه الحالة قوة مائلة لأنها تكون زاوية ألفا مع المستوى الأفقي. إذا F لديها مركبتان، مركبة على X تسمى ب FX، ومركبة على Y تسمى ب FY. إذا F تكتب على شكل
f تساوي f x في e زائد f y j. إذن إسقاط f على المحورين x و y يعطينا f x و f y. السؤال المطروح، ما هو تعبير f x وما هو تعبير f y؟ إذن قلنا أن الكوس ألفا هو المحادي على الوتر، إذن المحادي للزاوية ألفا هو fx والوتر هو f. إذن ماذا تساوي fx؟ هي f كوس ألفا. إذن كخلاصة أن fx هي f كوس ألفا. إذن عندما نقول المحادي لألفا نقول الكوس. بالنسبة للسينوس، كما قلنا سينوس ألفا هو المقابل على المحادي، إذن المقابل لألفا هو هذا الضلع. إذا قمنا بإزاحة إف إكغريك سنحصل على الضلع المقابل الذي هو إف إكغريك، والوتر هو إف، إذن هو المقابل إف إكغريك على إف. ماذا سنجد؟ نجد أن إف إكغريك ماذا تساوي؟ هي إف سينوس ألفا، ومنه أن إف إكغريك هي إف سينوس ألفا. هذا فيما يخص إسقاط إف على المحور إكس هي إف إكس والمحور إكغريك هي إف إكغريك. هذا فيما يخص إسقاط إف على المحورين إكس وإكغريك. إذا أردنا أن نقوم بخلاصة، إذا نعتبر قوة إف قوة مائلة، نعتبر إف قوة مائلة، لدينا معلم أو إكس و أو إكغريك والموجهة إي و جي و F قوة مائلة. ندرس في هذه الحالة قوة F إذا كانت مائلة. إذن لدينا مركبتان FX و FY. إذن إذا أردنا أن نقوم بخلاصة، F لديها مركبتان FX و FY، نلاحظ أن f y، نلاحظ أن f x هو المحادي، إذن نكتب f cos alpha ولا نفس اتجاه f، إذن هي f cos alpha. إذن المحادي نكتب دائما f cos alpha، وبالضرورة ستكون f y هي f sinus alpha. هذا فيما يخص f إذا كانت قوة مائلة. إذن الخلاصة التي يجب على التلميذ أن يضبطها، عندما نقول المحادي نكتب F cos alpha، وبالضرورة المركبة الأخرى ستكون F sinus alpha. هذا فيما يخص هذه فقرة. نأخذ مثال آخر، نأخذ مثال آخر. مثلا نعتبر معلا او اكس اغريك والموجهة او اي والموجهة اي والموجهة جي وقوة اف، وقوة اف، اف قوة مائلة تكون الزاوية الفا. اذا قمنا بالاسقاط نحصل على اف اغريك، اسقاط على اغريك، أما الإسقاط على x يعطينا المركبة fx. إذن ما هو تعبير f؟ f لديه مركبتان، مركبة على x fx ومركبة على y fy. نحن نريد تعبير fx و fy، إذن بكل سهولة سنحصل على تعبير fx و fy. نلاحظ أن fy هو المحادي لألفا، إذن نكتب f cos ألفا. إذن عندما نسمع المحادي سيكون بالضرورة هو f cos ألفا، و fx ستكون بالضرورة هي f sinus ألفا لأنه سيكون المقابل. إذن عندما يكون ضلع المحادي
نكتب f cos alpha، والأخرى ستكون بالضرورة هي f sinus alpha لأنها ستكون هي المقابل. ونلاحظ أن OE نحو، ونلاحظ أن OG نحو الأعلى و FY نحو الأسفل، إذا متعاكسان، نكتب ناقص. إذا الناقص لأن لهما منحى متعاكسان FY نحو الأسفل و G نحو الأعلى، إذا متعاكسان نكتب F، إذا متعاكسان نكتب ناقص F cos alpha. بالنسبة ل FX، FX لها نفس منحائي، إذا سنكتب زائد. إذا كخلاصة، عندما نسمع المحادي نكتب كوس ألفا، والمركبة الأخرى ستكون بالضرورة هي سينوس ألفا. إذا كان لهما نفس منحى نكتب زائد، منحى متعاكس نكتب ناقص. هذا فيما يخص إذا كانت القوى مائلة. نذهب إلى الحالة الثانية، إذا كانت F قوى عمودية. الحالة الثانية، F قوى عمودية. ماذا يعني F قوى عمودية؟ نعتبر مثلا O X Y والمتجهة E والمتجهة G. مثلا F قوة عمودية F. هنا في هذه الحالة أن ألفا ماذا تساوي؟ ألفا تساوي في هذه الحالة بي على جوج 90 درجة. إذن F لديها مركبتان، مركبة على X والمركبة على Y. إذن ماذا تساوي FX وماذا تساوي FY؟ هنا إذا طبقنا القواعد السابقة سنعوض ألفا ب بي على جوج. نحن قلنا أن FX هي F cos ألفا، يعني F cos بي على جوج، ونحن نعلم أن cos بي على جوج هو صفر، إذا سنزيد صفر. إذا F على X هي صفر، وعلى Y سنجد أن F سينوس ألفا. إذا نعوض ألفا فنجد F سينوس بي على جوج، ونعلم أن سينوس بي على جوج هو واحد، واحد في F هي F. إذا ماذا وجدنا؟ وجدنا أن F لديها مركبتان FX و FY. إذا وجدنا أن FX هي صفر و FY هي F. ماذا نلاحظ؟ هنا يجب التفت الانتباه، لدينا F، لدينا F عمودية على X، إذن إسقاطها هو صفر. إذا عندما تكون F عمودية يكون إسقاطها صفر، إذن عمودية يكون إسقاطها صفر. و F بالنسبة ل Y أفقية، و F بالنسبة ل Y أفقية، يكون إسقاطها هو F، ولها نفس المنحى، إذن زائد F. إذا كانت عمودية يكون إسقاطها صفر، وإذا كانت أفقية تكون هي نفسها زائد أو ناقص حسب المنحى. نأخذ مثال آخر، لدينا مثلا F، مثلا لدينا جسم S والمعلم OX Y والقوة P، والقوة P. في هذه الحالة P لديها مركبتان، مركبة على X ومركبة على Y. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن P عمودية، نلاحظ أن P عمودية على X، إذن عمودية صفر. و P بالنسبة ل Y أفقية ومتعاكسة، إذن هي ناقص P، إذن أفقية. إذن كخلاصة، إذا كانت قوة عمودية يكون إسقاطها صفر، وإذا كانت أفقية
تكون هي نفسها زائد أو ناقص حسب المنحة. نأخذ مثال آخر، نأخذ مثال آخر. لدينا معلم O X Y والموجهة E و J. نعتبر جسم S. مثلا نقوم بجره نحو اليسار F، F قوة الجر. إذا أردنا إسقاط F، F لدينا مركبتان هي Fx و Fy. إذن إسقاط F على X، إذا كما تلاحظون أن F بالنسبة للمحور X أفقية ومتعاكسة مائي، إذن هي ناقص F، إذن أفقية ومتعاكسة. أما إسقاط F على Y فهي عمودية، يكون إسقاطها هو صفر. إذن كما تلاحظون أعزائي التلاميذ أن إسقاط يعتمد على القواعد التالية. إذا كانت F قوة مائلة، عندما نقول قوة مائلة يعني تكون زاوية ألفا. لدينا مركبتان F كوس ألفا و F سينس ألفا. الضلع المحادي أو المركبة المحادية تكون هي القوس زائد أو ناقص حسب المنحة، وبالضرورة المركبة الأخرى ستكون هي F سينس ألفا. هذا إذا كانت F قوة مائلة. أما إذا كانت F قوة عمودية، F قوة عمودية يكون إسقاطها هو صفر. إذا كانت F عمودية على محور يكون إسقاطها هو صفر. إذا كانت أفقية، أفقية هي نفسها إما زائد F أو ناقص F حسب المنحة. إذن F قوة مائلة لدينا الكوس والسينوس، المحادي هو الكوس والآخر سيكون هو السينوس. إذا كانت F عمودية على المحور فإسقاطها على ذلك المحور يكون صفر، وإذا كانت أفقية فإسقاطها سيكون هو نفسها. إذن إلى هنا إخواني التلاميذ تنتهي فقط اليوم. ترقبوا الفيديو القادم الذي سندرس فيه مختلف الوضعيات المطروحة في التمارين والتي تخص تطبيق القانون الثاني لنيوتن.